اخونا الاخ عبد الله الشامي من طنجه من المغرب، وقال لي وانا اتعرف عليه متزوج من 3 زوجات وما شاء الله اللي رازق الاولاد، بس يقول التعدد فيه فوائد. انا اول مره اسمعها، اللي قلت لي كل ما عدد الانسان كل ما كان صار شباب ما شاء الله وصحته تكون بعافيه اكثر، حتى الامراض الباطنيه تخرج من عند التعدد سبحان الله. هذه حكمه. ايوه فيها الم مفاصل والظهر والعظام وما فيه الشيخوخه والشيء ما يجي على يعني بسرعه زين سبحان الله. طيب اخ عبد الله انت بعد قلت لي كلمه خلينا نعرضها على اخواننا المتابعين ونشوف رايهم فيها. الاخ عبد الله عنده قاعده وهو مجربها، يقول كل ما عدد كل ما قلت المشاكل. صحيح صح نعم. كيف؟ لحكمه الحمد لله. اول شيء الزوجات يتنافسون، حتى لو تجي عندها مهيئة لك مشاكل لما تجي ليلتها تخاف أنها يعني تسوي مشكل وتخرب عليها يومها وممكن تزعل وتروح المكان بيت آخر. هذه من جانب، من جانب هما